السلام عليكم ورحمة الله، كرحب بكم مرة أخرى في القناة ديالي مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. الوصفة ديالنا اليوم هي الكبدة مشرملة على الطريقة المغربية، أو لا على طريقتي، نقول على طريقتي حيت الكبدة عندها بزاف ديال الطرق. أنا أول حاجة عندي الكبدة ديال البقري، عندي نص كيلو اللي غسلتها الغسلة الأولى، يعني استقطرتها كده مزيان وغسلتها، وكنقطعها مربعات. انا كنحاول نقطعها مربعات لكبار شويه باش الكبده ديالنا تبقى طريه على هذا الشكل هذا، باش من طيب تبقى طريه، ما تجيش قاسحه وناشفه بزاف لداخل، ما كيجيش المذاق ديالها زوين. كنقطعها على هذا الشكل هذا. نتوما عارفين الكبده ديال البقري كتكون شويه قاسحه وشويه عاصيه، ماشي بحال ديال يعني ديال الغنمي. صافي كنقطعها على هذا الشكل هذا، هي كتكون غنية يعني بالحديد، والناس اللي عندهم فقر الدم راها مزيانة ليهم بزاف. من بعد غادي نغسلها مزيان بالخل والماء ونستقطرها باش نكملوا الوصفة ديالنا. اول حاجة هنايا راه غسلت هاد القطعة اللي قطعت بها، ضروري نغسلوها مزيان بجافيل بعد ما يعني استخدمنا بها اللحوم باش نتفاداو يعني هكذا الجراثيم ديال اللحوم. هنايا كنقطع واحد البصله بيضه، كنقطعها هكذا مربعات، وكنحك واحد 3 دروسه ديال الثومه على هذا الشكل هذا في الحكاكه الرقيقه. كناخذ الاناء الذي نرقد فيه هذه الكبده. هنا من بعد ما غسلتها هانتوما كما كتشوفوا معايا واستقطرتها مزيان، كنضيف لها ديك الثومه. عندي هنا القزبر ومعدنوس. انا يبان لكم الدخان كيخرج بحال البخار كيخرج من داك الربيع حيت مجمد. وكنضيف بالنسبه للتوابل، عندي هنا الملحه، عندي الكمون بلدي، كندير فيها حتى القزبر حبوب ما بقاش عندي، كندير شويه البزار والخرق عفوا وتحميره، هادشي اللي كندير، القليل ديال السكنجبير كيعطيها واحد المذاق زوين. صافي كنحاول هكذا نخلطها شويه، نخليها واحد 10 دقائق هكذا كتشرب ديك اللقامه، وكندوز المقله اللي كنكون يعني ديجا درتها كتسخن، كنرمي فيها ديك البصيله، كندير غير الزيت النباتيه، كندير ديك البصيله كنخليها غير ماشي تدبل، غير هكا يرجع لونها شفاف باش تكمل الطياب ديالها مع الكبده. هنا كما كتشوفوا معايا هذا هو اللون اللي رجعت عليه، كنرمي عليها هذيك الكبده، كنضيف لها ما لا حتى شي حاجه، كنخليها يعني هكذا طيب على خاطرها، كنقص ليها ونخليها كطيب على خاطرها. هنا حتى طيب عاد غادي نضيف لها العصره ديال الحامض ضروريه مع الكبده، كتعطيها واحد النكهه زوينه، وكتعطيها كتخليها محافظه على اللون ديالها. انا من بعد ما طابت الكبده يعني دغيا كتوجد، ما كتحتاجش انها تاخذ الوقت بزاف، كنضيف لها ديك العصره ديال الحامض، والكبده ديالنا واجده، كنقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي لذيذه بزاف مع ديك التعليكه ديال البصله والمكونات اللي فيها، وصحيه اكيد كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى هذه الوصفة هذه تعجبكم، كنضرب لكم إن شاء الله موعد مع فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.